وسهلا. اهلا وسهلا. واليوم مثلي مثلكم، ما بعرف عن شو بدي احكي يعني، بس بعرف انه هالنهر ينهر كل الوقت، مش القلم والورقه. هالاختبار اللي عم نعيشه، هالفرح اللي عنا اياه، هالحزن اللي عنا اياه، هالالم منشارك، مش بالشرك، بالمشاركه. كتار منكم هلا بهالعلم عم بيقولوا ما فينا ناكل فلافله، سبانه، باذنجان، الاشياء اللي فيها ماده اسمها ارسينيك اسيد. رح حطها هلا وولعها مثل ما قال لي اني الشمعه اللي ما بتعوزيها لازم تضويها او بتضلها ميته. قلت له ايه رح ضويها. قلت له هاي غاليه حقها كثير. قال لي ايه نحن اغلى. بدك تولع هلا. هالمادة اللي بتسموها أرسنك موجودة كمان بالطحالب البحرية، بس الوقت مش كافي تنحكي هالحقيقة على وسائل الإعلام بالكتاب خير جليس. أنا بعطيكم مفاتيح تقعدوا تقروا كل شي بدكم تعرفوه عن النظام الطبيعي الكوني بالجسد. تقروا ميتشو كوشي جورج أوشاوا، عنده بعض التلاميذ يلي منيح، أكتريتهم تجار منهم أولاده، تعرفوا يضاس من أهل البيت، دايما في حب وحقد، ما في إلا الرحمة وسعت كل شيء. مشان هيك حتى توصلوا إلى مقامات الرحمة هيدي بدها الجهاد الأكبر. أنت تبلش بنفسك، تقعد تقرأ وتفهم وتختبر. الأكل اللي فيه سم، هالسم بيتحول إلى سمسم، الله خلقها فيك تاكلها إذا أنت بتعرف إنه ومن كل شيء ذكر وأنثى. وقت اللي بتاكل كتير سكر بدك ملح، وقت اللي بتاكل كتير ملح ملح قلبي، بتصير عندك انكماش. بدل ما تجيب سكر خذ فويكة أو شرب مي، خذ الأنثى يلي بتشفيك ما بتضرك. فإذا حتى افهم ما من كل شيء ين يانغ ذكر انثى الفا اوميجا بدنا نقرا. مش بتبعتوا تقولوا لي ما بقى لازم ناكل صويا لانه هيك بيقول كوبي بيست. ما تبعتوا اي ايميل كوبي بيست لزق لزق، ما بدي اياهم. شبعنا منها هي. بعملكم ديليت وبلوك. مشان هيك ما بجاوب بالالوف الايميلات. بدي جاوب على هالسؤالات السخيفة من إيميلك بعرف شينجر بينجر كيلر أندرسكور نمبرسكور. بدي أعرف رجال أو مرة. حط اسمك وعلم آدم الأسماء كل، من اسمك بعرف بأي سمو وبأي سمو. بكل الطرق والديانات غيرنا الأسماء، في أسماء ضعيفة في أسماء قوية حسب الظروف حسب الجسد حسب الإنسان. بالمعمودية بغيروا الاسم، الحبيب محمد غير وغيروا نبودة. هالعلم موجود بكتاب معين الدين الشستي صوفي هيلينج نيمورولوجي، حطوا كلها هير باور باور اوف نمبر اند لتر. مش هيك بنكتب عربي هيك وعربي واحد اثنين ثلاثة، بس هلا عربي هندوسي سنسكريتي. بيكبر العلم وما اوتيتوا من العلم الا قليل. بدي كبر الحكمة، علم وحكمة. من طلب العلم يعني علم ورثته الأنبياء، ومن طلب الحكمة. فإذا أنت المسؤول وأنت السائل وهيدا جسدك. أنا عم بعطيك مفتاح، إذا ما استخدمته بضل شقفة حديد، وإذا استخدمته بصرك حديد. نفتح البصر والبصيرة. فإذا أنت هيدا جسمك، بتبلش بجسدك بعدين بنفسك بعدين بالذات وبتوصل للروح. كل ما واحد شفته هيدا أنا 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 نية، مش أنانية. نو إيجو نو مايند. راح الفكر الكافر الماكر الماهر، صار خادم عندك. مثل ما قالت رابعة، ضليت حبه للشيطان فشلته من القرآن. هيدا هو القرآن؟ قالوا لا لا. قلت له فإذا وأنا كمان شفت منه.
هو عم يفتش على الله وأنا عم فتش على الألوهية وعلى الألوهية. الشيطان وسيلة ليحررك من هالعبودية إلى العبادة. طبيعة الحيوانات كلها ما عندها، بتاكلوا هون بتتناسلوا هون بتموتوا هون بتشاركوا، هيك كل الطبيعة بريدكتبل انبريدكتبل، لك الخيار من عمل مصفات ذرة خير أو شر. أنت تكون من السالكين إلى أين؟ خيارك هي. تتذكروا البناية، كنا مع الشيخ المرشد وجيت هزة، أول وحدة مريم هربت وكلنا دبشنا بعضنا وهربنا. بعدين توماس قال أنا اللي دعيته هيدا بيتي، يعني كلنا هربنا. طلع لفوق لها قاعد شيخ مرشد مستنير موحد صوفي، ما قدر يحكي، جذبته الجرافيتي، سكت بهالصمت بهالسكينة. بعدين فتح عيونه الشيخ وقال له انتو هربتوا مطرح اللي في هزة، انا هربت مطرح اللي ما في زلزال وهزة. وفينا انطوى العالم الاكبر، كل اللي عم بيشوفوا بمجرات تانية وبتروح حلو تروح وتشوف مرة اثنين ثلاثة بس ما تلتهي، هاي اشارات اصفر احمر اخضر تك 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 تك، رح يفوت لجوا ملايين من الكواكب والمجرات والناس وغير اشكال هاي حقيقة لأهل الحقيقة. الحقيقة اجت لنخبة النخبة، صفوة الصفوة، خاصة الخاصة. ولكن التكرار بيعلم الحمير، وما بدنا نكرر الأكل يعني بس بنكرر. صارت العادة إبادة، يعني إنك ما تتمسك بأي عادة، بس من الضرورة بدنا نضل نقول ألف أرنب ب بطاطي تيج ترر 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 ترر. وفي ناس عن الناس معزلة موجودين، وبدك تكون أقوى إنك تكون بجهنم وتشوف الجنة فيها. بدك قوة تكون بنيويورك وتشوف البدو والفطرة هونيك. أنا ضعيفة بحب العزلة وهيك عن الناس معزلة، خير جليس الكتاب وعندي صديق. بتلاقي إذا ما لقيته بتلاقي حالك، بس بتلاقي موجودين لو خليت باليد. تتذكروا وقت الملك بده يقتل البرايم مينستر، يعني قال له معك حق أنت ملك وبتقدر تأمر. قال له أنا جاي لعندك وبدهم يقتلوك، وأنت قبل ما يقتلوك بحب أجي زورك. هيك كان دور الملك، إذا واحد انحكم عليه إعدام بيجي بيزوره. لقى عم بيبكي، قال له خايف من الموت؟ قال له لا مش من الموت. قال له من شو خايف؟ قال له عم ببكي مش من الخوف، لأنه كل حياتي كنت أتمنى يكون عندي فرس مثل هاي الفرس اللي أنت راكب عليها. قال له شو بدك تعمل فيها؟ قال له بدي أعلمها تطير. فرس وبدها تطير؟ قال له إيه؟ أنا بعرف علمها تطير بس ولا مرة شفت هيك فرس، هاي الفرس اللي أنت راكب عليها بتطير إذا أنا فيني أخذها فترة. بيعرفوا إنه بيفهم هالحكومة، هالحاكم يعني الحكومة، وزير مهم عنده. قال له قديه بدك وقت تتعلمها؟ قال له سنة. وإذا من هالسنة ما تعلمت تطير الفرس حكمني إعدام، قتلني. هيك بدك تقتلني اليوم، ولكن أعطيني فرصة سنة وبكون بحكمك أنت وبمملكتك طارت الفرس، التاريخ بده يذكرك إنك أنت سمحت لي طير هالفرس. قال له إيه؟ قال له ما زالك ملك وحاكم بأمرك وأنت بأمر الله، يعني أنا أعطيني إياه. قال له لك الفرس عسن، راح على البيت. قال لك شو عم تعمل؟ قالت له مرته يعني رح يصدقك؟ قال له اسكت تركيني احكي. كلهم تعجبوا انه كيف بدك تطير؟ قال له انطروني من هلا سنه، يا انا بموت يا الملك بموت يا الفرس بتموت.
بصير في تغيير يعني، ما حدا بيعرف يا هيدا اللي حكم علي بده يصير شيء. سكن. وخلال سنة اللي مرقت ماتوا ثلاثتهم، الملك هو الحمار والوزير. فإذا أعطي لنفسك وقت، ما نحكم دغري، ما فيني أعملها. I can't do this. Yes I can. Impossible. I am possible. حاجة بقى أجرب إنك تضوي اللمبة. صرت مجرب 200 300 500 مرة، الله صرت أعرف 200 300 500 طريق مسدودة. ضوت اللمبة إديسون. فهي مرته قالت له نعساني وبدي نام، طفيها. بركي أمه قالت له نعساني روح طفيها. هو وأينشتاين وكتار من العلماء قالوا إذا في حياة تانية ورجعنا بدنا نعمل سنجرية قمر. ليش تنعمل لمبة؟ ليش تعملنا نور؟ ما الله نور السماوات والأرض، يلي بفوت وبحط ليضوي ببيت الحبيب، ببيت الرسول، ببيت القدس، كل المستنيرين عنده طاقة النية إنه بدي فوت هالشمعة وطلع المشعل اللي عم بيضوي. وكل سنة بهالنهار بتصير. وبأمريكا في واحد بيلعب سيتارة هندي وبيحط شمع مطفيين كلهم، هو عم بيلعب وبتضوي كل الشموع، لأنه نحن كلنا نور من نور، وهالجرافيتي هالجاذبية بتضوي بس أنت منك شايفها. وقت الاستنار بودا ما حكي جمعة اثنين ثلاثة شهر 40 50 يوم أكثر، يا بودا احكي. قال لهم شو بدي أحكي؟ ما إلها كلام يعني، كل اللي عم بحكيه كذبة. قالوا له وأنت وساكت كمان كذبة. قال لهم معكم حق، إذا سكت عم بكذب وإذا عم بحكي عم بكذب، بس رح ضل أحكي بركي حدا. وضل يحكي وقال اليوم أنا تارك بودعكم، بعد في حدا؟ طلع هيك قالوا الفوح براكد وجاي بعد عم بيركض 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 بيركض. قال له أنا عرفت إنه هيدا آخر يوم، حبيت إني أعمل لك شيء في البيت أنا عملته وجبت لك إياه تاكل. قال له شو هيدا اللي عملته؟ قال له منه سلوى. أي منه سلوى؟ قال له من الدنيا. أنا بعرف إنه في منه سلوى بالجنة، بس قال اهبطوا مصر وكلوا مثل ما حطيت لكم. المنه السلوى عملتها من الدنيا، بس هي المنه السلوى الحقيقية البرانا، صلة الأرحام. في ناس عايشين مثل جسمهم كتار، هلا صاروا بالألوف أكتريتهم بأستراليا. أستراليا فتحت باب العلم وعم تاخد ناس اللي عندهم هالعلم، علماء النور، علماء الحق. ما بتنتمي إلى أي شريعة، إلى أي دين، إلى أي طقوس، إلى أي أرض، إلى أي بلد. أنت عالم للها العالم كله، بتفوت على المجرات، بتفوت على غير كواكب. الحبيب شق القمر وقت لجو، بلا هالإصبع ما فيك تعمل شيء. هيدا لحاله أقوى منه؟ لا، مميز. ميتشو عنده هالعلم كوشي. في فرق كبير إنك تعمل هيك أو تعمل هيك. العلم اسمه دوئن، كلمة يابانية، مثل ما بتسميه الوضوء، هو الوضوء الأكبر. كل حركات جسمك بإيديك بتتغير، بالمي، على وجهك، على راسك، على إجريك، على إيديك. وبالوضوء الأكبر هالمسارات بتمشي، بس تتعرف أنت على هالمسارات 12 و14 وأكثر. فإذا كل واحد منا هيدا جسمك، أنت المسؤول عنه. وقت بيقول لك ما فيك تاكل فلافلة، ما فيك تاكل مانجا، ما فيك تاكل هيك، ما تبلشوا، ما فيك تاكل صويا. فهمت ليش؟ لا، لا تبعت على غيرها.
انت قد تقرا من كتاب الى كتاب الى كتاب الى لب القلب لها سبب بس ببيتي بيت مر ويم ونور 80 متر البيت جوا اقل يعني في بلكونات بس بهالبيت مننام 10 هيدا اذا بده ينام الجسد طاقه كثير قويه ما حدا بيجي الا بيشوف ولكن شو عملته ماشي ابدا عشان هيك اخذت هالقرار تيكبر فينا النور والنار ما حدا بيزور البيت بلا صدقه بقى. ما حدا بياخد مني استشاره الا بتدفع الصدقه السلف حطيت سعر والاموال اللي بتجي اول شيء ايدي بالعسل بصرف على البيت على حياتي على هالموقع شو بيكلفني هالبرنامج ولو قد ما دفعت قليل هيدي المحطة الوحيدة اللي عطيت حرية لهالحضرة بيعملوا بيب بيب الأمن العام مش أمن جهل بس على الموقع ببيت الله ما في بيب 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 بعد ما لقيت حدا معي بالبيت من كل اللي اجوا على البيت وراحوا اجوا وسرقوا وكذبوا ونهبوا وسلبوا كلهم اني وبيت السلام وكل هالبيوت اللي دفعت عنها واللي سفرتهم لبرا واللي اعطيتهم الوف الدولارات كل شهر لكل هي ولكل هي ولكل الوحيد الادمي رجع امريكا ما في كثير الصالحين قليل قال له بدي اغويهم واغريهم الا عبادك الصالحين على طول انا بضل بصراع بيني وبينه قوي تحدى المسيح وقال له لا فيك تتحدى الرب الهك يعني انتبهوا الشيطان بيغرينا قوي بس بقول له معك حق طيب هلا وقت اللي بغلبه وقت اللي بيغلبني اكثر الاوقات ما بحس بالذنب لما يكون غلبني مرتين بس هو ما بلتهي فيه بستخدمه ايه مثله مثل السياره بس ما بخلي هو يستخدمني انت الخيال مش الخيل انت الراكب مش المركوب انت حسيب ورقيب على نفسك فاذا شو بيقول فلان وفلانه وكل استفتي قلبك ولو افتك تقرا كتاب علم أبدان وأديان ميتشكوشي جورج أوشاوا مني عندهم هالعلم أي كتاب صوفي عنده علم الصفاء أهل الصوف الدراويش بس مش كلهم 99 منهم كذابين قلقلة وعنعنه عشان هيك ما بقرا إلا ميتشكوشي كتب الميكروبيوتيك حتى أعرف أكثر عن الجسد وأوشو أي كتاب لأوشو ألوف من الكتب ترك وقال كلمة وحدة بتأدي لو فيكم تعرفوا هالكلمة اللي ما بتنقال هي الحضرة الطفل اللي عمره سنتين وما حكي يعني ما بيفهم طلع من بطن أمه بيفهم إذا حملك وولادتك طبيعية إذا عم بترضعي معنا ولد اسمه كريم عمره سنتين كريم مسيح حي بيه منتبه هيك وأمه وكلنا الأم حملت بلا دواء بلا حفاض ولدت بالبيت مي مسقعة مي سخنة حطيتها الطفل والبي حرره من أمه وأبوه وحطته على صدره بعده بيرضع حولين بتشوفوه بتتعجب وغير أطفال كي بتبكي وبتصرخ هو مش بيقعد بحضن أمه بتغطي أو بتقوم على الغرفة بترضع بيقعد معنا وبيتطلع فينا كلنا شايفين وبيه كمان شايف عنده غير زوجة وغير أولاد وشايف الفرق بين هالولاد وبين مرته وقالت له مرته روسية ما تجيب لي أسامي محمد وأحمد وحسين وحسن أعطيني أسماء عربية سمته كريم كلمة بتنلفظ وبسيطة ما شايفت الدواء لا هي ولا طفلة نعم
ولا حفظته، علمته وحطته بحضنها، صارت تحكي بدقات قلبها ودقات قلبه تتناغموا فيهم، وبدبدب هيك تحطه عنه نية، بعدين صار يدبدبه ويروح عنه نية. ما بيلبس كلوت، بس بنطلون تشلحه قدامنا وبيروح بيرجع بيجي. فإذا ما نصدق الكوبي بيست، ما تبعته لحدا، عدوا تقروا. ويكون في بكل بلد بطلب من العراق، من إيران، من تونس، من الجزائر، كل بلد عربي وبنخاص، تشوفوا أفريقيا هيك وبعدين ين من تحت، يانج وين ين ويانج، كلها كلها أمريكا كله هيك عريض رفيع، عريض رفيع، انفليش انكماش. كلكم يكون عندكم موقع بتول الرحمة، عند موقع بيت الرحمة بإيران، بيت الإنسان، نعم، لكل سوريا، ولا موجود هو هلا بدبي إن شاء الله قريبا منروح على الهند. نعم أيوب، ما فيني إلكم، ما في كلام عن الإنسان، عن هالروح. وبشار أنطون ومريم نور ومحمد كيلاني، هالأربعة رح نلتقى ببلد إذا ما كانت عربية نرجع على الهند. الهند ما رح يكون فيها حرب أبدا، عندهم علم السببية، هالعلم حطوا أنطون سعادة وحطوا كمال جنبلاط وجبران ومرداد خايل نعيمة، محطوط بقلبنا كلنا. حب قريبك مثل ما بتحب نفسك، اعطي قريبك كأنك عم تعطي نفسك ممن تحبون، عامل الناس مثل ما بتحب انه هن يعاملوك، والا كلنا عم نركض ورا الدرهم والدولار والدينار، وإذا دين من نار كالقابض على الجمر بدك تكون اذا كنت صابر. لا يعرفنا الا الله يا علي. فاذا بهاللحظه فكر، ما بدي كوبي بيست، ما بدي صدق فلان وفلان والاستاذ، ما بصدق حتى اوشو وميتشو كلهم جرجير هالعلماء اللي بحبهم وعبابهم. انا استفتي قلبك ولو افتوك، انت تستطعم بالماي، انت شوف كيف تستطعم فيها، انت تطلع بالمراية وشوف عينيك اريدولوجي مغربين مكمشين، الشمس بالنص، منا موجودة شمس المعرفة بالنص. We are all Sampaku، هذا كتاب مهم كثير تقروه، كلنا مغربين. إذا بتشوفوا كندي والملك فيصل اثنينهم قتلوا، وميتشو قال هيك هيك رح يصير، مغربين أو حادث سيارة أو قتل أو بيقولوا هذا ما بيشوف أبعد من منخاره، ضلك تطلع بمنخارك وقوي عيونك، برمو شرق وغرب، انت مغمض اعملها بتقوى هالطاقة هون، بتفتح البصر والبصيرة بتقوى. وإذا ما عندك بصر البصيرة بتقوى كتير. قال له أمرني يا رسول الله اجعلني أميرا على البصرة، قال له البصرة تزول، أجعلك أميرا على بصيرتك التي لا تزول. كل واحد منا بده يطلع من هالنفس الأمارة بالسوق كوفي بيست إلى الشفافة. هيدي أنت لجسدك، أنت النفس، كيف تتنفس. بيجي إن شاء الله بجيب هون اسمه أورغون بوكس، من كلمة أورغازم. هالأورغون بوكس عملها ويليام رايخ، عدو تقروا ويليام رايخ، ما حدا في يستخدمها بلبنان الا مريم نور. بس بتحطها معي او بطلع فيها كمان على الاخبار، بتصيروا عم تحضروا الاخبار، ما بتزعجكم الاخبار، فيها ديماركيشن لاين، شيروا في علبه كبيره عم بيبيعوها كذا 100,000 دولار هلا، ما تصدقوا مثل رح تشتري القران $500,000. يا عار العالم، نص مليون رغيف، نص مليون انسان مات بسبب انك بدك تشتري هذا والقران. انت كتاب الله المقروء والمنظور. هالعلبه انت بتعملها، موجود على بيت الله، كيف بتعمل هالعلبه؟
هي بتقوي الطاقات الأربعة اللي هون، أربعة 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 أربعة، صلة الأرحام، علم المثمن، 8×8 64، 32 درس وسن ونام، و32 فقرة. هالعلم عندي بالبيت، ما بقى لي ثقة بحدا أبدا، نفسي 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 تنقطع نفسي، عندي بالبيت مع شوية حمير. أهلا وسهلا تكون منه، وإن شاء الله نقدر نعمل دورة بمطرح بلبنان 10 أيام. الاهتمام منه كتير على الجسد، الاهتمام على التنفس راح يكون، وعلى إسراء ومعراج، إنك بس أنت تنتبه إنه في عالم غير هيدا، هيدا بيموت، تتشوف وجهك الحقيقي، the original face، مش بالفيسبوك، اتركون هو كلهم. أنا مثلكم يعني، بقعد هلا صرت نص ساعة، مش أكتر، بس بدي أتسلى، بلعب شيء هيك، كله بعمل لهم ديليت بلوك، تك 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 كلهم، اللي ما بيبعت صدقة، قررت خلص هيدا بدي كبه. وإذا بتاخد كل الموقع تبع بيت الله وما بتحط صدقة، ما بيجيك إلا الكذبة، ما رح تفهم شيء. الذين جاهدوا بأموالهم وبأنفسهم، الصدقات بتروح من حل المال الحرام لأهل الحرام. قال له أنا فقير لبودا ومرتي ماتت وما عندي أولاد، بدي أعطيك هالمصاري نساعد الناس. بكي بودا، قال له ليه بكيت؟ قال له إذا أنت ما فيك تساعد حالك يعني بدك تساعد الناس. مرق رجل دين، قال له قلي وين هون الكنيسة عندكم؟ دله، قال له تعا تعا بدي أدلك على الله، تعا صلي. قال له إذا ما بتعرف وين الكنيسة بتعرف وين الله؟ الأطفال عندهم إياها، ما فيك تكذب على طفل عنده هالوحي. المسيح تكلم وهو بالمهد، اليوم من المهد للحد أموات. انتبه شو بتسأل، كتب شو عم بتفكر وبتقراهم بتكبهم. ما تسألني كيف بدي أقوي حالي، قولي لي شو بعمل تكون افهم مثليك. ليه بدك تتبع؟ ما تكونوا أتباع، ما تلحقني. follow yourself، حمود صليبك وتعرف على نفسك. هون المعرفة، عرف لمن عرف، مش هونيك، عرف لمن عرف أنه لا يعرف. وهيدا الحج، إنه ما منعرف ومنضل حجاج من جسر إلى جسر للأبد وللدهر.